السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض ووصلنا للأجر فاير وول. أي فاير وول في الدنيا هو قائم على فكرة إيه يا شباب؟ المنع والسماح، صح كده؟ علشان كده لما هنيجي نتكلم على الأجر فاير وول هو أصلا بيقول لك الترافيك ديناي باي ديفولت. خلاص، دي أول حاجة لازم نفهمها. الأجر فاير وول هو كلاود، يعني كلاود سيرفيس حضرتك بتاخدها. يعني ممكن مثلا نختصر على نفسنا ونقول فاير وول از ا سيرفيس. طيب بيقدم لي ايه او الفيتشر الخاصه بيه؟ اولا هو فيه اصدارين زي ما احنا شايفين، ادي الستاندر وادي البريميوم. وباي ديفولت اي اصدارين او اي حاجه او اي خدمه فيها ستاندر وبريميوم، فبالتالي البريميوم هنا هيكون اعلى في الفيتشر من الستاندر. هنا مايكروسوفت بتحاول توضح لي او بتحاول تديني نبذة كده عن خدمتها اللي اسمها الفايروول. بتقول لي ايه؟ بتقول لي انه انا بشتغل على اللير 3 واللير 7 كونكتيفيتي، يعني النكست جينيريشن فايروول اللي هي بتشتغل على طبقه النتورك او النتورك لاير، وبتشتغل على الابلكيشن لاير. وطبعا اي لاير من دول هي بتشتغل عليها وعلى البروتوكولات التابعه ليها. يعني هتلاقيها مثلا بتكلمك HTTP, HTTPS, SMTP، برضو باي ديفولت هتكلمك IP. من ضمن الفيتشر اللي هنستعرضها مع بعض في الشريحة تقريبا اللي بعد ديت، انه الأجر فايرول انت ممكن تربطه مع الأومبريم زي ما احنا شايفين كده، وتمانج الديفايس اللي هنا لو انت عامل كونكتيفيتي بين الأجر وبين الأومبريم عندك باستخدام الـ VPN Gateway او الاكسبريس راوت. فممكن ان انت تستعين بالأجر فايروول في عملية الحماية للريسورس اللي موجودة هنا أو على الكلاود. برضو مايكروسوفت بتحاول تميز الأجر فايروول من جهة الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدمه في التعرف على الهجمات والثغرات وما إلى ذلك. أوكي؟ برضو بتقول لك إن أنا بتعامل في النهاية مع الفولي كواليفايد دومين، ممكن إن أنت من خلالي تقدر تقلاه أو تديناي لموقع بعينه او حتى مواقع فرعيه تحت منه. اوكي، خلينا نروح مع بعض للشريحه اللي بعدها علشان نفهم انه في حاجه تانية ممكن نتعامل معاها اللي هي الاجر فايرول مانجر، وده في حاله ان انت عندك اكتر من فايرول، وممكن زي ما قلنا ان انت تستخدم هنا الفايرول بتاعك، يعني توصله بالأومبريم او تحطه على الكلاود. فبالتالي هنا هتكون عندك اكتر من فايرول ممكن تعمل لهم مانج من خلال خدمه اللي هي الاجر فايرول مانجر. هناخد الحاجات دي ان شاء الله بالتفصيل في الجانب العملي. خلينا نروح مع بعض نستعرض هي مايكروسوفت بتحاول تديني ايه اصلا، او بتحاول السيرفيس ديت ايه المميزات او ايه الفيتشر اللي بتتكلم عليها. زي ما قلنا ان انا بتعامل مع الابلكيشن فولي كواليفايد نيم فلتر رول والنتورك ترافيك فلتر رول. الاثنين كلمتني مايكروسوفت عنهم في الشريحه السابقه اللي هي زي ما قلنا او لسه قايلين دلوقتي، اللي هي لاير 7 واللاير 3. يعني ايه اصلا ابلكيشن فولي كواليفايد نيم؟ يعني ممكن تديني قائمه باسماء ابلكيشن وتقول لي والله انا محتاج اسمح او اعدي اروح اخد خدماتي منه. يعني مثلا قائمه ممكن تكون فيها ابلكيشن جوه مايكروسوفت او براها، وتقول من ضمن الكونفيجريشن الموجوده يعني ان انا محتاج اوصل للسيرفيس ديت او الابلكيشن ديت، فبالتالي اسمح لي الوصول. وعلى العكس تماما هديك قائمه بعناوين الاي بي اللي هي النتورك واقول لك امنعني او اسمح لي المرور من خلالك. تمام كده يا شباب؟ يبقى الجزئين دول اعتقد ان احنا فهمناهم. بعد كده بتكلمني هنا على الفول كواليفايد دومين نيم تاجز. اول ما تشوف الكلمه دي تترجمها ان ديت مجموعه من العلامات مايكروسوفت حطاها ليها هي. على سبيل المثال الويندوز ابديت او الفيرتشوال ديسكتوب، ويندوز فيرتشوال ديسكتوب او الاجر باك اب، دي كلها حاجات تابعه لمايكروسوفت، فمايكروسوفت بتجمعها تحت المسمى ده. اوكي، تحت المسمى في الفولي كواليفايد دومين نيم تاجز. اوكي، باول ما نشوفها نعرف على طول ان هي بتكلمني على خدماتها هي اللي مجموعه تحت علامات معينه. تمام، بعد كده بتكلمني عن
source و destination by default. ممكن أتحكم في اللي طالع الترافيك اللي طالع والترافيك اللي جاي اللي أنا رايح له واللي جاي يعدي من خلالي الـ SNET والـ DNET source destination. خلاص كده. بعد كده زي ما قلنا الـ Layer 3 والـ Layer 7 connectivity policy، وهنفهم ان انا اقدر امانج الاجر فايرول عن طريق البوليسي او عن طريق الرول من خلال الامبلمنتيشن ان شاء الله على البوليسي. طيب ممكن استخدم اكتر من سبنت، شرط ان انا اتعامل مع سبنت معين. ممكن هنا في الاجر فايرول بيتيح لي ان انا استخدم اكتر من سبنت او اكتر من شبكه فرعيه، واقدر ان انا امنهم واقدر ان انا امانج عمليات الرول والبوليسي ليهم. تمام. برضو باي ديفولت هتعامل مع ستاتيك بابليك اي بي ادريس. برضو من ضمن الفيتشر اللي ممكن تكون بالنسبه لي مهمه او ممكن تكون ميزه مش موجوده في بعض الفاير وولز، انه ممكن اجبر الترافيك اللي جايني ان انا يطلع من تانل معين، يطلع من حته معينه او من نفق معين. يعني لو جاني ترافيك مثلا من الانترنت او حد، لو عندي مثلا في ام حابه تطلع انترنت، فاقول لها لا والله روحي اطلعي من الاومبريم. تمام. يعني اعيد توجيه ترافيك عن طريق تانل خاصه او عن طريق نفق خاص، اني الوي دراعه مثلا زي ما بيقولوا او الوي رقبته، اقول له لا انت مسارك مش الديفولت، لا مسارك عن طريق النفق المعين ده، وطبعا بيبقى سكيور. لازم نفهم انه الاجر فايرول هو منتج اصلا بيلتن هاي افيلابيليتي، يعني مش محتاج حضرتك ان انت تستخدم اكتر من فايرول في اكتر من زون علشان تحقق الافيلابيليتي او الهاي افيلابيليتي، لانه اصلا هو يعني بيلتن هاي افيلابيليتي. اوكي. ولكن لو احتاج طبعا هو بيوفر لي SLA اللي نقول 99.95% لوحده كده. اوكي. طيب لو حبيت ان انا اعمل availability zone، اوكي، مع ان مايكروسوفت بتقول ان هو high availability بنفسه، ولكن لو استدعى الامر في ديزاين ما او خطه ما ان انا اعمل availability zone، ال SLA دي هترتفع ل 99.99%. اوكي. الاسئله دي او الحاجات دي قد تبدو يعني بسيطة، ولكن هي اللي بتيجي في المقابلات الشخصية في الامتحان. نقول برضو ان من ضمن الفيتشر اللي مش مكتوبة قدامنا ان هو unrestricted cloud scalability. يعني ايه؟ يعني قابل للتوسع بدون حد. بدون حد برضو يعني ايه؟ يعني مثلا ما تقوليش ان والله في 10 جيجا ترافيك جيالي، فانا اقول لك لا والله اصلا ما بشيلش غير 8. لا، هو الترافيك جاي بالجيجا، الترافيك جاي بالتيرا بايت، بالمش عارف ايه، انا ما عنديش مشكله، انا اي كميه ترافيك داخلالي انا ممكن اتعامل معاها وممكن ان انا استشعرها واتوسع بناء عليها. خلاص كده. تمام. ده كان الجانب النظري في الاجر فايرول. حبينا بس ناخد هنت بسيط كده، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هندخل نعمله بايدينا، وبرضه هيتضح لنا اشياء هنتكلم عليها ان شاء الله واحنا شغالين هنعمل ديبلوي او امبلمنتيشن للاجر فايرول. وتعالوا علشان ما نضيعش وقت الفيديو، نروح سريعا على البورتال بتاعتنا. اول ستيب حضرتك لازم تفهمها او تعرفها انه الاجر فايرول من السيرفيس تاج الخاصه بمايكروسوفت اللي بتحتاج سبنت خاص بيها هي. خلاص. الحقيقه هو مش بيحتاج اكتر من سبنت، وهنشوف الكلام ده وهنقول ليه. فعلشان كده لازم نروح سريعا نعمل فيرتشوال نتورك ونخصص ليها سبنت للفايرول، وسبنت كمان للمانجمنت الخاص بالفايرول، وهنفرق بين الاثنين دلوقتي حالا باذن الله. خلينا هنا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كرييت للفيرتشوال نتورك اللي هنركب عليها بعد كده الفايرول. طيب ببساطه شديده جدا، من المفترض ان احنا يكون عندنا معلومات كافيه جدا واشتغلنا بايدينا كتير فعارفين الستيب، ولكن احنا برضو بنفكر بعضنا بيها. هروح اختار الريسورس جروب بتاعتي
خلي بالنا بقى انه الفاير وول هتلاقيه معاك في ال 104 وهتلاقيه معاك في ال 500، اوكي؟ ف وهتلاقيه برضه في ال 305. فاللي جاي معايا في ال 104 الفيديو ده هو هو، اللي جاي معايا في 500 برضه الفيديو ده هو هو. هنقول معلومات ان شاء الله هتهم الطرفين، وهنحاول ان احنا نغطي كلا المنهجين بكل المعلومات الممكنه وان شاء الله زياده شويه. هنكمل مع بعض، نسمي هقول له والله خلينا بس نقول بينت، عفوا نقول علشان نفرق مثلا سكيورتي 01، احطها فين؟ احطها في الاس تي او اس، احطها في كندا، احطها في الهند، ما عنديش اي مشاكل. هنشتغل على الديفولت او الريجن اللي بتظهر لي على طول اللي هي الاس تي او اس. بيقولوا ان قطر فتحوها، فما انا ما اعرفش الحقيقه. قطر لا لسه، قطر سنترال اهي اتفتحت من حوالي اسبوع تقريبا حاجه زي كده، ف ممكن كمان نشتغل عليها، ولكن خلينا في الاست يو اس. هقول له كريت، على فكره انت ريكومندد تختار الريجون اللي جنب منك. كان مفترض فعلا نختار قطر، ولكن احنا اكتر متابعينا بيبقى او اكتر المهتمين بالكورسات بتاعتنا بيبقى اساسا عرب موجودين في اوروبا، فعشان كده الريجون المتاحه ليهم او الاقرب ليهم اللي هي الاست يو اس. اوكي، دي برضو لازم يعني نأكد على المعلومات دي. هقول له لو سمحت وديني للريسورس بتاعي اللي انا عملته دلوقتي، وهبدأ اعمل منه سبنت اللي احنا اتكلمنا عليها. لو وقفنا كده الاوفر فيو هلاقي عنوان الشبكة بتاعتي هيبقى 10.1.0.0/16، والسبنت اللي هو مخصصها لي الديفولت سبنت اللي بتنزل مع اي دي نت هيبقى هو عامل لي 10.1.0.0/24. ممكن اغير النيم بتاعها واخليها للاجر لو انا مش هشتغل اي سيرفيس ثانيه على الفي نت دي، ولكن البيست براكتس بيبقى كالتالي: بعمل سب نت جديد، سمي لي هنا. خلي بالك انت لازم تسمي الاسم اللي مديهولك مايكروسوفت، اوكي؟ وهقول لك ليه دلوقتي. خلاص، فانا السب نت اللي هيخصص للاجر فايرول اهو النيم بتاعه هو، من غير مسافات ومن غير شيء. اوكي، فانا هاخده واحطه هنا. طيب هيبقى السب نت ادرس هو تلقائيا بيقسمها لي 1.1، لانه هو واخد الديفولت 1.0، فبالتالي هو بيديني المتاح على طول السب نت التالي 1.1. واقول له سيف، هيبدا يأد سب نت بنفس الطريقه. هاد سب نت التاني اللي هو الخاص بالفايرول مانجمنت، وهنتكلم عليه ونعرفه دلوقتي واحنا بنعمل الامبلمنتيشن ان شاء الله، ما تستعجلوش. هقول له لو سمحت انا محتاج اد سبنت تاني، النيم ايه؟ النيم اهو، هيبقى على طول 1.2. اوكي، وهقول له سيف، هيبدا ياخد الكونفيجريشن مني ويعمل السبنت التانيه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا فيرتشوال نتورك حطيناها في الاس تي او اس، وعملنا عليها تو سبنت جداد، واحد خاص بالاجر فايرول والتاني خاص بالاجر فايرول مانجمنت. اوكي، اروح كده على طول سريعا على الهوم واقول له محتاج اعمل لك فاير وول، لان احنا داخلين نعمل امبلمنتيشن للاجر فاير وول. هنلاحظ ان ما عندناش ولا فاير وول على البورتال بتاعتنا، فهقول له انا محتاج كرييت نيو فاير وول. هيبدا يطلع لي المعلومات اللي تقريبا اتعودنا عليها. هقول له ادي الريسورس جروب بتاعتي، طب سميني. هقول له والله مثلا فاير وول او اجر، احنا بنكتب كابيتال معلش، فاير وول 01، على اعتبار ان انا ممكن اعمل 2 و 3 وهكذا. اوكي تمام، هتحطه في الريجون فين؟ والله شغالين احنا دلوقتي زي ما قلنا على الاس تي او اس، علشان يروح يا شباب يديتكت النتورك اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. اوكي، افيلابيلتي زون زي ما قلنا، انت ممكن تعمل افيلابيلتي زون للفاير وول علشان بس تعلي الاس ال اي بتاعتك من 99.95 ل 99.99، ولكن مايكروسوفت بتقول انه اصلا باي ديفولت الاجر فاير وول هاي افيلابيلتي بيلت ان. اوكي، الكلام ده احنا قلناه في الجانب النظري. طيب فهنا مش هحتاج انا افيلابيلتي زون، هيبدا هنا يقول لي البريميوم ولا ستاندرد. لاحظ انه الديفولت سيتنج هي على البريميوم مش على الستاندرد، واحنا قلنا الفيديو اللي فات انه
في اصدارين ستاندرد وبريميوم، والفرق بينهم ان البريميوم اعلى فيتشر باي ديفولت، يعني في مميزات اعلى من الستاندرد. طيب هنا هو بيحاول يلفت نظري في الرساله ديت، انه بيقول لي البريميوم فايروول سبورتد اديشنال كابابيلتي ساتش از الاس اس ال ترمينيشن اند اي دي بي اس. طيب الاس اس ال معروفه، الاس اس ال معروفه، يعني من المفترض ان احنا شغالين سكيورتي وعارفين يعني ايه اس اس ال، وعارفين يعني ايه سيرتيفيكيشن، وعارفين يعني ايه الاتش تي بي والاتش تي بي اس والفرق بينهم. اوكي يعني ازعم ان احنا عندنا معلومات كافيه عنها، لكن الاي دي بي اس قد يكون مصطلح جديد على البعض مننا، فهنا هنقف شويه عشان نتكلم عليه. الحقيقه الاي دي بي اس موضوع كبير جدا، ومن المفترض ان انت لو حابب ان انت تفهمه صح فلازم تقرا عليه كتير جدا، لانه سيستم كده قائم بذاته وفي بعض الفيتشر المهمه. ولكن احنا برضو علشان اتعودنا مع بعض ان احنا ما بنسيبش حاجه ورانا، هناخد عليه هنت بسيط كده. هو اصلا يعني ايه اي دي بي اس؟ خلينا بقى سريعا، يعني مش هنطول في الموضوع ده، ولكن لاهميته احنا محتاجين بس نفصل شويه فيه. احنا عندنا مصطلح جديد ظهر علينا ما اتكلمناش عليه قبل كده اسمه اي دي بي اس. طيب اي دي بي اس هو اصلا اختصار لايه؟ او بيشير لايه؟ اي دي بي اس، خليني بقى نستخدم القلم كده، الاي دي بي اس. الاي دي بي اس يا شباب اختصار ل انتروجين ديتكشن and prevention system. Okay, I D D S. يعني ايه برضو؟ فاكرين واحنا في المدول الاول بنتكلم على السايلنت بوليسي والريسك بوليسي، وبنقول انه السايلنت بوليسي بتركز على السلوك المستخدم، احنا قلنا الكلام ده. النظام ده بقى بيركز على السلوك الجاي من الترافيك والداتا، نفس الفكره. وعلشان نبسطها خلينا ناخد مثال من الحياه. حضرتك لما بتسافر من دوله لدوله ولا من مدينه لمدينه، وتدخل كده معاك الشنطه بتاعتك ومعاك الجواز السفر او معاك الهويه بتاعتك، وبتروح المطار، مش بيقابلك تفتيش واثنين وثلاثه، وبعد كده بتحط الشنطه بتاعتك على السير علشان يكتشف محتوياتها وتدقيق امني وتفحيص ومش عارف ايه تمام. ده نظام شبيه باللي بيحصل معانا في الحياه، بيروح ماشي ورا الترافيك ورا الداتا اللي رايحه وجايه، وبيتعقبها وبيفحصها، ولو اكتشف فيها حاجات مثلا داتا او سنسيتيف داتا، بيانات حساسه، يعني مثلا هتخيل ان انت شغال في شركه بتتعامل مع ارقام رايحه وارقام جايه وفيزا ومشتريات فالبيانات دي تعتبر حساسه. لو انت شغال بالاي دي بي اس، الاي دي بي اس بيمشي وراك بيتعقب البيانات ديت، ولما بيكتشف كانه سنسور يا شباب، كانه حساس، لما بيكتشف ان في بيانات حساسه بيبدا يتعرف عليها، وبيبدا ينبه الراجل الادمنستريتور او الراجل السكيورتي ادمن، ويقول له انه والله في بيانات حساسه، وانا شايف، انا كسيستم شايف انه نظام الامن عندك مش قوي، او السياسات اللي انت بتستخدمها محتاجه تعلى شويه، او مش عارف ايه. اوكي ده حاجه من اللي بيعملها الاي دي بي اس. من ضمن الحاجات كمان اللي بيعملها هو تعقب الابلكيشن نفسه. يعني انت مركب عندك فرغول وفي ابلكيشن بيبعت داتا من خلاله، او حاول يوصل للوكال نتورك من خلال الفايرول ده. فالابلكيشن ده، يعني خلينا نقول مثلا، هتخيل ان اليوزر عندك دخل عمل داونلود لابلكيشن معين، وليكن مثلا ستريمينج ابلكيشن، اوكي، او داونلود ابلكيشن اللي هو مثلا التول اللي بتستخدم في تسريع الداونلود ولا. هل من المنطقي ان البرنامج الستريمينج ده يحاول ياكسس على داتابيز عندك، او يحاول ياكسس على شير فولدر عندك؟ فبالتالي هو الكاتيجوري بتاعه ما يسمع، يعني غير منطقيه. فالاي دي بي اس هنا بيروح يديتكت لنشاط او سلوك الترافيك وسلوك الداتا اللي بتستخدم او بتمر عندك في الشبكه.
مثال تاني ممكن نقول انه كمان بيعمل ايه؟ بيتعقب نشاط المستخدم نفسه برضه، زي او حاجه شبيهه كده بالساين ان بوليسي، اللي هو والله عندك يوزر رايح ياخد داتا او رايح ياكسس ريسورس، وفضل مثلا يحاول اكتر من 5 6 مرات كده وفشل. فده بالنسبه لي نشاط انا بعتبره مشبوه او بعتبره محاوله تسلل. تمام، اكشفها وابعت لك اليرت انت كمسؤول انه خلي بالك، انتبه انه في خطر جاي لك من الجهه الفلانيه. يعني باختصار يا شباب، الاي دي بي اس هو بيجمع اصلا معلومات في البدايه، بيجمع معلومات عن الريسورس عندك، وعلى ضوء المعلومات ديت بيبدا يحلل، بيبدا ينبه الادمنستريتور او السكيورتي ادمن، بيبدا يتعقب السلوك الخاص بسواء الابلكيشن او سواء اليوزر او سواء الترافيك، وبيشتغل حاجات كتير من ضمنها المونيتور مثلا، الاليرت، الديتكتد، الاشياء دي كلها. اوكي، هو نظام كبير، فلو سمحتوا ابقوا خدوا فكره او اقراوا اللي حابب يستزيد، ولكن اعتقد ان احنا في الكلمتين دول حاولنا ان احنا نغطي المغزى منه. طيب نرجع للبورتال بتاعتنا. خلاص فهمنا لما ان انا هختار بريميوم ايه اللي هيحصل، هيزيد لي فيتشر وكلمني عنها، قول لي اشهرها الاس اس ال والاي دي بي اس. طيب خلي بالنا بقى هنا الفايرول مانجمنت، الفايرول مانجمنت، عمليه اداره الفايرول ده. نلاحظ ان في اشياء انا مش قادر اتحكم عليها، مش قادر اتحكم فيها، يعني مش قادر افاضل بينها او اختار منها. ليه؟ لان هو هنا قلنا مختار لي بريميوم. طيب لو اخترت ستاندر هيبدا يفتح لي الاختيارات. خلي بالنا في حاله انه التير او نوع الفايرول ستاندر او الاس كيو الخاص بالفايرول ستاندر، انا متاح ليا ان انا اختار عمليه اداره الفايرول ديت هتتم عن طريق البوليسي او عن طريق الرول. بينما لو اخترت انه يكون بريميوم، هو فارض عليا اصلا انه عمليات الاداره دي تتم عن طريق البوليسي فقط. اهو البوليسي فقط. طيب ايه الفرق اصلا بين ان انا ادير فايرول عن طريق بوليسي او عن طريق رول؟ طيب خلينا ناخد برضو مثال بسيط جدا علشان نفهم. هنروح كده ونختار او نطبق المثال ده عندنا علشان بس نفهم، مثال بسيط جدا علشان يتضح المعنى منه. انا عندي هنا فاير وول اهو، وعندي طريقتين لادارته. قال لي اول طريقه منهم الرول، طريقه الرول. طيب ايه بقى طريقه الرول؟ قال لي طريقه الرول ديت هتخيل ان انت عاوز تعمل سماح للترافيك عندك من شبكة لشبكة تانية. فلو هتستخدم الرول هيبقى الرول ماشي كده، هقول له أنا محتاج أقلاو للترافيك from اللي جاي من 192. هديله بقى هنا إيه؟ هديله هنا إيه يا شباب؟ الـ IP الخاص بالشبكه بتاعتي سلاش 24. خلاص كده، ومش كده وبس، ده انا هديله كمان البورت، هديله كمان البورت، هقول له مثلا 2 التي سي بي اللي طالع من التي سي بي، التي سي بي خلينا نقول مثلا رقم البورت رقم 22 او رقم 3389 بتاع الار دي. اوكي، ده شكل الرول اهو، اسمح لي للترافيك اللي جاي من الشبكه دي على البورت ده، ترول اهو. طب لو هعملها بالبوليسي، لو هعملها بالبوليسي، خلي بالنا بقى، خلينا نغير شكل القلم ده. قال لي لو هتعملها بالبوليسي انت هتقول له انا برضو محتاجه اللاو للترافيك from، مش هدي اي بي بقى، لا ده انا هقول له مثلا trusted
نتورك. واحد يقول لي تراستد نتورك، طب هو الفيرول هيفهم ازاي ان في تراستد نتورك؟ هقول لك ما هو هنا المغزى بتاع البوليسي. البوليسي عباره عن مجموعه من التعريفات مجمعه كده مع بعض، ما انا في النهايه انا لازم اعرف له التراستد نتورك ده. ممكن اقول له تراستد ابلكيشن واجمع له بقى ابلكيشن واحد اثنين ثلاثه لسته كده واقول له دول يعدوا النتورك. التراستد اللي انا بثق فيها والله عباره عن 192 وعباره عن 10 10 وعباره عن 172 وعباره عن مش عارف ايه، واعرفها له الاول واروح مديها له في البوليسي كمجموعه اعدادات مجمعه هو ينفذها لي على طول. بينما في الرول انا مطالب ان انا احدد له منين لمنين والبورت نوعه ايه او رقمه كام. فهنا بدأ تتكشف انه عملية المانجمنت الخاصة بالفاير وول باستخدام الرول هي طريقة محددة او مقيدة. خلاص وصلت يا شباب؟ نرجع للبورتال بتاعتنا ونخليه البريميوم زي ما هو علشان نشوف الفيتشر برضو اللي موجودة فيه. طيب هنا بقى بيقول لي طيب انت اخترت بريميوم، اخترت بريميوم، ف فين البوليسي بقى اللي هتطبقها على البريميوم ده اللي هتعمل لها او هتعمل من خلالها مانجمنت للفايروول؟ خلي بالنا برضو ان انت ممكن تعمل لو اخترت ستاندرد برضو هيسالك على البوليسي، بس هتبقى بوليسي من نوع ستاندرد مش من نوع بريميوم. اوكي طيب خلينا في البريميوم وهقول له انا عندي بوليسي هنا، انا عندي بوليسي هنا كنا عاملينها ممكن استخدمها، او ممكن اقول له والله اد نيو. خلاص ممكن اقول له اد نيو، وهنا هيطلب مني حاجتين اتنين بس مفيش غيرهم، اسمها والريجن بتاعتها ونوعها. خلاص احنا علشان عاملين واحده قبل كده اهي هي فاضيه اصلا، احنا عاملينها فاضيه يعني ما حطولاش فيها اي كومبليشن، فممكن اختارها دلوقتي ونبقى من جوه هنا يعني هنعرف بتتعمل منين. طيب هنا بقى يقول لي ايه، طيب الفاير وول ده انت هتحطه على انهي شبكه؟ عندك شبكة ولا هتنشئ واحدة جديدة؟ لا والله أنا عندي شبكة لسه عاملينها دلوقتي مع بعض. خلي بالنا بقى علشان أنا قلت لكم المسميات دي ليه مايكروسوفت فرضها عليا، أو مش فرضها عليا هي بتقترحها لك عليك يعني. هقول له لا أنا محتاج أستخدم الشبكة اللي عندي، خلاص أنا عندي واحدة هستخدمها. طيب حددها لي لو سمحت. هقول له والله اهي فينت سكيورتي 01 اهي. هيقول لي طيب اديني بقى بابليك اي بي خاص بالفايرول ده. اي فايرول في الدنيا من المفترض يكون بابليك اي بي، واخد اصلا بابليك اي بي او ريال اي بي ليه؟ علشان يشوف الدنيا فوق، عشان يطلع انترنت ويعدي الترافيك اللي جاي من خلال الانترنت لللوكال والعكس. خلاص دي حاجات بيزك يعني. هقول له والله انا عندي مثلا ممكن استخدم الاي بي ده اهو فاير وول بابليك اي بي، او ممكن اعمل واحد جديد. بس خلي بالك وانت بتعمل واحد جديد هو فارض عليك انه يكون ستاندر وستاتيك، يعني البابليك اي بي اللي انت هتديه له لازم يكون ستاندر، نوع ستاندر وستاتيك، يعني الاس كيو بتاعته ستاندر والنوع بتاعه استاتيك. يعني لو قلنا اد نيو شايف اهو ستاندر وستاتيك، وطبعا فرقنا بينهم في كورس ال 700 وقلنا انه في بابليك اي بي دايناميك، وفرقنا يعني ايه دايناميك وعرفناها. فلو سمحتوا اللي ما عندوش معلومات كافيه الكورس موجود على الانترنت فور فري، يعني مش يعني ممكن نفكر نفسنا بالمعلومات او نستزيد لو ما عندناش المعلومات دي. فانا هنا هستخدم البابليك اي بي الخاص بالفايروول واللي احنا هنشتغل عليه او اللي انا عملته علشان الفايروول. حضرتك وانت شغال لو ما عندكش خلاص كرييت نيو، الامر بسيط جدا. اوكي تمام. هنا بقى خلي بالنا انه ما طلبش مني السب نت الخاص بالفايروول ده، مع ان احنا قلنا انه ده الفايروول عباره عن سيرفيس داك من مايكروسوفت بتحتاج سبنت.
هقول لك لأنه راح بمجرد ما أنا قلت له أنا هرميك أو هرتبط معاك أو حضرتك هترتبط بالشبكة اللي اسمها فينت ديت، حددتها له، هو راح عمل ديتكشن فاكتشف إن في سبنت معمول بالاسم ده، فهيروح يرمي نفسه فيه. أوكي؟ بمعنى إن أنا لو قلت له create new هيبدأ يقول لي طيب فين بقى الادرس بي وفين السبنت. أوكي؟ وصلت؟ لو أنا ما عنديش شبكة معمولة مسبقا وحبيت أعمل واحدة بنفس الطريقة، هديله النيم، هديله الادرس سبيس، هيبدأ يقول لي طب اديني بقى سبنت عشان أرمي نفسي عليه. ولكن بما إننا عاملين الشبكة مسبقا وعاملين السبنت مسبقا، فهو راح اكتشف إن في سبنت خصصت من خلال النيم للفايروول. تمام كده؟ ماشي. البابليك اي بي خلاص أنا اديتهوله. هنا بيسألني الفورس التانل هتعمل انيبل ليها. ايه هي الفورس التانل؟ مش احنا قلنا ان انت ممكن تستخدم الفاير وول كمحطه عبور تعدي من خلالها الريسورس للاون بريم عندك، لو انت عامل كونكت بين الاون بريم وبين اجر كلاود من اي نوع بقى، بالجيت واي او بالاكسبريس راوت وات ايفر. طيب هي مش الاون بريم من مفترض اصلا عندها فاير وول، فهنا فاير وول هيروح يخاطب فاير وول. طيب الداتا اللي بينهم هتعدي فين؟ المفروض هتعدي فين؟ هتعدي فورس التانلينج. علشان كده لو قلت له انيبل، او خلي بالك برضو مش شرط اون بريم، لو انت عندك فاير وول تانية على سبسكريبشن تانية وحابب تربط الاتنين مع بعض، يعني من الريسورس هنا يروح يكلم الريسورس هناك، انت برضو يعني مطالب تعمل له فورس التغلي. فلو قلت له انيبل هيبدا يسالني طيب اديني بقى البابليك اي بي، اديني البابليك اي بي الخاص بالتانل ديت. خلي بالك هو برضو لما قلت له انيبل هو راح اكتشف ان في هنا سبنت خاصه بالاجر فايرول مانجمنت، فيما يعني ان السبنت دي لو مش موجوده كان طلع لي تحذير هنا وكان قال لي انا مش قادر اشتغل، لو سمحت روح اعمل لي سبنت. تمام كده؟ تمام. اقول له والله ادي الفايرول تانل بابليك اي بي، برضو احنا كنا عاملينه علشان عارفين ان هو هيسالنا عليه. حضرتك برضو لو ما عندكش هتاد نيو بكل بساطه. تمام؟ واقول له كريت، هيروح يريفيو الانفورميشن اللي خدها مني، وبمجرد ما اقول له كرييت هيبدا ياخد مني البيانات ديت ويروح يعمل لي فاير وول، ما عندوش اي مشاكل. يبقى كده عملنا ايه؟ كده عملنا امبلمنتيشن من اجر فاير وول مع بعض، تعرفنا على بعض المعلومات اللي قد تكون جديده على البعض مننا، وشفنا الستيبس بتتم ازاي، والخطوات يعني سهله وبسيطه، وهو بيحتاج ايه كسبنت او كنتورك، وتمكننا مع بعض بان احنا نعمل عمليه كريت للاجر فاير. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هندخل جوه الفاير وول ونشوف الخصائص بتاعته ونشوف الفيتشر ونشوف ازاي بنعمل له بوليسي او ازاي بنعمل له رول. طبعا احنا اخترنا بريميوم فهنشتغل على البوليسي يعني، وايه تاثيرها بقى بعد ما احنا نعملها كده ونعمل كومبليشن ليها، ايه تاثيرها على الريسورس اللي اتعملت عليه. أشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.